قانون المالية التكميلي ومنحة النواب هذه فكل فترة، شو الشبهة؟ أعطينا أنت كخبير ماذا تملك الحكومة من بدائل فعلية لإنقاذ ميزانيتها التي وضعت فيها في قانون المالية من 23 فرضية حصول على قرض صندوق نقد دولي، وللأسف الشديد تبخر هذا الأمل. أولا ملاحظتك مهمة فيما يخص رفع الصندوق القومي إلى صندوق النقد الدولي نهائيا تمويل تونس. علاش؟ يعني المسألة معادلات مالية، هذه بنك، هذه ممول، هذا إنسان يجي يعطي فلوس يزم يعرف أن الفلوس هذيك باش ترجع تونس، مصاريفها أكثر من مداخيلها ودولة مديونة وما ثماش إنتاج ثروة أثروا في المعادلة دي، راهي معادلة بسيطة معناها يلزم إنتاج الثروة. تو عنا عام كامل بعدين تعدى عام كامل وميزانية وقع استهلاكها، كيفاش كملت الميزانية دي؟ كملت أن البنك المركزي خول نفسه أنه يمول ميزانية الدولة، ونبهنا قلنا راهو هذه مسألة خطيرة، راهو إذا البنك المركزي يولي هو الممول للدولة راهو يولي إنتاج أموال هكاك أوراق تولي ما عندها قيمة. اليوم تدخل العطار تقول له كيلو سكر قداش سي حسين؟ يقول لك ب 4300 كيلو سكر. شوف قبل في العهد العشرية الذهبية قداش كيلو ما يفوتش 4300 المكعبات. نعم. هذا نعم السكر بتاع القهوة نقول احنا بتاع المقاهي ولا السكر العادي استشيات 4300 كيلو ولا شو في تونس والطبختين سميد، ثم سميد صنف باء يتباع للزوالة وسميد يتباع للناس اللي عندها فلوس، وكذلك السكر وكذلك كل شيء تدخل العطار كل اعطيني اكل مدعم كما الكراس. يعني مهزلة، وصلنا إلى مهزلة، قمت مهزلة. علاش؟ لأنه ما تمش إنتاج، ما تمش منوال تنمية، ما تمش خلق الثروة. بالتالي أنه ما كفاش قيس سعيد يعمل هذا، زادت وزيرة المالية بتاعه وتمشي البنوك وتقول لهم الفلوس اللي عندكم زايدة الكل وخلوا هنا باش يمولوا بها ميزانية الدولة. ميزانية الدولة تو تشوفوا معناها المفارقات الخطيرة. تو نعطيكم رقم، مؤشر واحد يكفي باش تفهم وين ماشي البلاد. بالتالي بعد عام النمو 0% ما تمش انتاج ثروه، المديونيه حسب المصادر الخارجيه تقول انه 130% وصلنا في اخر سبتمبر، نحكي لك اخر سبتمبر 23 127 الف مليار في اخر 24 وعندنا زياده قلنا سنوين 11000 مليار كل سنة تزيد. ما تمش إنتاج سي حسين، ما تمش إنتاج. نعم. ما تمش خلق ثروة، وثم مديونية قاعدة تزيد في عصر في عهد عهد قيس سعيد. من اللي بدأ قيس سعيد الأرقام أقول أن هما كل عام تزيد معدل 11000 مليار، وقلنا أني 2030 بشتولي 200000 مليار إذا نمشوا بالطريقة هذه. ما تمش إنتاج، ما تمش مشاريع كبرى، ما تمش تحولات، ما تمش تغيير. البلاد مش لا تمشي للسوق، ما تلقاش القهوه، ما تلقاش الحليب، ما تلقاش المواد الاساسيه، ما تلقاش ناس عايشه معناها عايشه. المديونيه سي عبد الرزاق جدا. المديونيه الثانيه هي التضخم اللي قال وصل 10% وقلنا انه في المواد الاساسيه وصل 41%، وهذه ارقام رسميه. المواد الاستهلاكيه هي 80% من ميزانيه المواطن. نعم. بحيث المواطن تو في تونس اللي ياخذ اقل من 3 ملايين شهريا ما ينجمش يعيش، ما عندوش حق باش ياكل حم، باش ياكل حوض، باش يلبس جلبس جديد، ما عندوش حق. ما انت في السنيانه سي عبد الرزاق. ما عندوش حق فيه. يعني يدفع سي عبد الرزاق شويه مواد الاوليه الى غير ذلك. سي عبد الرزاق سامحني، التشغيل في بالنسبه ل 2024 قلنا 13000 مليار 13000 موطن شغل، نحي منهم 6000 هذوك من القدم تاع الدبلومون تاع الحضيره، يبقوا 7000 باش ننفقوا عليهم 77000 مليار دوله تنفق 77000 مليار باش تشغل لنا 7000. يعني كل موطن شغل تحت الدوله تصرف عليه 11000 مليار، وهذه مهزله
وقلنا ان من بين الحوايج بين وزاره الداخليه ووزاره الدفاع 10000 مليار، يعني 10000 مليار يعني شنو هو تونس، شنو هي حجمها، بشنو معناها ننفقوا في الحوايج هذه على امن شكون؟ امن المواطن، المواطن مش قاعد يشعر بالامن، المواطن مرعوب، المواطن نهار طول يسمع في السياح يكره بالامن وتدخل العاصمه كاين في غزه، والناس الكل بدات تقلق، الناس بدات تحس ان ثم 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 كيفاش يعني احتقان بدا يحصل. نعم. عايز الميزانيه كما قلنا 12000 مليار، هنا هذه المعطيات الكل نطالب قيس سعيد بكل لطف، بكل لطف ان يدعو الى انتخابات رئاسيه في اقرب وقت، ما كانش البلاد راهي ماشيه الى هوي. احنا مش الناس اللي باش نعطوا معطيات غالطه ولا باش نخدموا طرف على طرف، وبالعكس انا ديما نقول راهو قيس سعيد راهو صديق، اما راي مصلحه البلاد قبل كل شيء، راهو البلاد ماشيه. هل يملك بديل عملي على قرض صندوق النقد الدولي وعلى الامال اللي كان عقدها على الصلح الجزائري؟ عندوش عمليه بديل؟ شنو هو بديله على قرض صندوق النقد الدولي وعلى مرسوم الصلح الجزائي؟ كان يتصور باش يجيب بيه فلوسه. اكيد هو تشجيع الشعب. انا فهمتي تمشي يصنع في الفلوس يهبط بها السوق، انه ياخذ في فلوس الموجوده في البنك الكل، انك وقت اللي تمشي انت قرض تاخذه تخرج 15% 17%، انا البلاد ما فيهاش فلوس. انا الفلوس قاعده فيها تاخذ فيها الدوله بلي مش للتنميه، اللي تاخذ في القروض الداخليه والخارجيه لانفاقها. ميزانية الرئاسة شنو معناها ميزانية 200 مليار؟ شنو معناها؟ شنو معناها الوزير الأول الميزانية نتاعو 200 مليار؟ شنو تعمل به 200 مليار؟ شنو معناها 1700 مليون ولا 1300 مليون تاخذ بها الحم وما نعرف شنو؟ مليار مليار و300 مليون ميزانيات خيالية في عين أنه الشعب جيعان. ثم حوايج راهي ما تركبش، وثم حوايج الشعب راهو قاعد مغلوب على أمره. وهو قيس سعيد انا كان جيت في بلاصته اللي يقعد المواطن يقول له رانا تعبنا، رانا نحبوك واحد كل شيء ما تعبنا، راك مش راجل المرحله، راهي ثم كفاءات، ثم درايه. شو جاني الشركات الاهليه، شو عملت بها؟ الشركات الاهليه هذيك انا اقترحتها 2011، قلت يعني الناس يتنظموا وتبعد الجبال وتبعد البيروقراطيه، ينظموا بعضهم في واحد، والدولة تدعمهم، الدولة تدخل باش تدعمهم ماديا وتوفر لهم البنى التحتية وتوفر لهم أسواق باش يروجوا، مش تجي الدولة باش تقول له اعمل شركة خذيت الاسم ولازم فيها رئيس مجلس إدارة، يعني ترهات، يعني ناس مش فاهمة بالكل، مش فاهمة، مش فاهمة التنمية، مش فاهمة مش معناها تنمية. ثم حاجة بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. نعم، حتى ننهي معكم سعد رزق. نعم، البرلمان مرة قال أنا نتصرف في ميزانية عائلتي، نجم نتصرف في ميزانية دولة، هذا مفهوم من التنمية، ما يفرقش بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، والبلاد ما يفرقش بين ثم راهو دمج، ثم علاقة جدلية، ثم التكامل بين البعد السياسي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. نعم. والبعد الثقافي. شو جاي تعمل أنت إصلاح التعليم في ظل الدكتاتورية دي، في ظل الوضع المختلف، أرى كل شيء متكامل مع بعض، تنجم تعمل في علاقات دولية وسياسات دولية في خطاب نتاعك الرديء هذايا اللي نهار وطول أنت تسب، نهار وطول أنت متنرفز، نهار وطول. نعم. هم سراق، هم نكلوا، هم سي عبد الرزاق. نعم، نقطة أخيرة، نواب